واش في راسكم ان ممكن الانسان يتلبس من طرف الجن او يتسكن او يتمس وممكن يتعرض لمحاكمة انه لغلط في الجن ومحاكمة وما ادراك ما محاكمة اللي غادي تتعذب فيها مزيان وغتشوف راسك مسنسل وغتشوف راسك انك ممنوع من الصلاة ومن الاكل ومن بزاف ديال الحوايج. هذا الشيء هو اللي وقع للعسكري او الجندي احمد ياسين العنتاري اللي من منطقة الشبوة وبالضبط باليمن. خليكم معنا حتى الاخر باش عارفوا شنو وقع لهذا الجندي. القصة ديال اليوم قصة غريبة وصعيب انك تيقها، قصة مشوقة، قصة كلها اثارة، قصة واحد الجندي من اليمن اللي غيقتل جني وكيصحابو انه انسان، لكن الاب ديال هذاك الجني غيقرر ينتقم من هذاك الشاب وغيديه المحاكمة ديال الجن. ايه محاكمة ديال الجن اللي غيسمع هذه القضية غيقول انها ماشي حقيقية. لكن الخوت خليكم معنا حتى الاخر باش تعرفوا الاحداث وشنو غيوقع لهاد الدري في الاخر، واش غيسمحوا ليه الجن ولا ما غيسمحوش ليه، كيفاش حتى قتلو، وشنو الصعوبات والامور اللي مر منها هاد الدري في الاحداث ديال هاد القصه. احمد ياسين العنتاري هو جندي يمني، المحل ديالو في منطقه شبوه. القصه بدات من ياسين كان كيدير المهام ديالو، فواحد اللحظة هو يخرج ليه واحد الجن في صفة انسان، هو على نيتو كيصاحبو انه عدو، ما كيصاحبوش الجن. نار تيرا فيه، طلق عليه النار، قتلو، مات في البلاصة. لكن المشكل اللي وقع هو ان الاب ديال هاد الجن قرر انه انتقم من ياسين وشدوه وداو لمحكمة الجن في شبوة. وهاد الصورة هادي هي هنايا، هي صورة حقيقية ديال ياسين، هو كي تقدروا تقولوا الرقية، كيدير واحد سميت واحد الشيخ كيدير ليه الرقية، وهما كيديروا ليه الرقية بدا كيقول شي كلام غير مفهوم كأنه في محاكمة، وكيقول لهم أنا راني قتلت واحد الإنسان اللي بان ليا والجسم ديالو مظلم ما كيبانش، أنا تخلعت وقتلته. وهذا الجن من قبيلة آلي، من قبيلة آلي الشيخ من شبوة. ياسين خبر الجميع هو في هذيك الحالة هو ممسوس أنه أصيب بالمس، وكيقول لهم أنه كيشوف راسه مربوط بالسناسل وفي واحد المحاكمة، وهو تصاب جندي شجاع ورغم أنه في محاكمة ديال الجن كيدافع على نفسه، كيقول لهم أنني راه درت هذا الشيء دون قصد وما كنتش باغي نقتلو، وهو خلعني صافي تيريت فيه. وهذيك الهضرة كيقولها هو ما عقلش على راسه، ما عارفش راسه شنو كيقول نهائيا. ياسين هو مربوط بالسناسل، منعوه الجن من الصلاة، من الأكل، من بزاف ديال الحوايج، وكيشوف راسو دخل عندهم لداخل وشاف بزاف ديال الأموال وبزاف ديال الأكل وداك الشيء زعما واعر بزاف، وشاف شي حاجة اللي ما عمرو ما شافها خيالية، وشاف العالم ديال الجن كيفاش داير لداخل. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا غاديين يقتلوه خاصة أم الجن المقتول، لكن أحد المشايخ المسلمين اللي هو أصلا جني ولكن من المسلمين دافع عليه وقرر أن القضية تدخل لمحكمة الجن. الكثير غيشوفوا هذه القضية غيقولوا أنها ماشي حقيقية، ولكن هذه القضية حقيقية، ونقدروا نقولوا أنها الترند ديال هاد الايام وهزت الراي العام وكل شيء عارف بهاد القضيه. وتيقول الشيخ اللي دار الياسين دار ليه الرقيه انه هضر معاه الجن اللي مات ليه ولده، اللي يعني الجن اللي قتلو ياسين، هضر معاه بلسان ياسين وكيقول ليه انا قتل لي ولدي وخلاني بلا ولد وما رعاش ليا ويتم وحرق قلبي زعما حرق لي قلبي عليه، وحتى انا غادي نقتلو وما غاديش نرحموه. كينوض هذاك الفقيه كيهضر معاه كيقول ليه راه ما قتلوش، ما نواش يقتلو، راه هو تسيف ليه
وكيصاحبوا انسان عدو وخلعوا تخلع وقتلوا، ما كانش عليه بالي في هذيك الصيفه، كون بالي في صيفه ديال الجن انه راه ما غاديش يقتلوا الجن. والو واخا الفقيه قال لي هاد الهضره، هذاك الجني ما اقتنعش بالهضره ديالو، قال لي ضروري وطلب القصاص. القصاص هو الاعدام ديال احمد ولا شي احد من العائلات من العائله ديالو، ولا ياخذ فديه ولا ياخذ السلاح اللي مات به ولده. لكن الشيخ ما قبلش بهذا الشيء وتركوا القضيه لمحكمه الجن. الصراحه انا خوت هذا الموضوع شيق بزاف، وعشان عشان نقول لكم صراحه الجن راه كاين، راه كلشي عارف بان الجن راه كاين وضروري. وهاد القضيه راه ممكن انها تكون وكاينه بصح، اصلا كاينه صحيحه، ما يمكنش غدا غير الدور بحال هكاك. وكيف ما كاينه محكمه ديال الانس راه كاينه محكمه ديال الجن. لكن الخوت السؤال المحير اللي كيبقى، اشنو ما تكون نتيجه ديال هذه المحاكمه؟ واش هاد الجنون غادي يسمعوا لاحمد وغيعتقوه ولا ما غيعتقوهش؟ هاد الشيء اللي غنقول لكم دابا. اي في النهايه هاد الجني اللي مات ليه ولده قرر انه يسمح لاحمد، لكن بشرط انه ما يعاودش هاد الشيء اللي دار، ولا بان ليه شي جني ما يقتلوش، ولا قتلو ما غيرحموش مره اخرى، وعطى انذار للاب ديالو. لكن هاد الاب ديالو الاب ديال احمد حتى هو قال ليه بانهم يبعدوا ليه من ولده وما يبقاوش يقربوا منه. يعني صراحه اللحم كيبورش ملي كتسمع بحال هاد القصه. تصور انك تقول غير كلمه جن بسم الله الرحمن الرحيم، يعني صعيبه بزاف. واش غيبان لك يعني باش غتحس اصلا راهم كاينين؟ وموضوع صعيب بزاف. وسمحوا لي في النهايه وعادت الامور الى مجاريها وسالت القصه بان واحد الجندي قتل جني بدون قصد. الى هنا كتكون سالات القصه. الخوت بغيت نعرف الراي ديالكم في النوع ديال القصص، خلوا لي واحد الكومونتير زوين، واللي تفرج في الفيديو بارطاجيه مع اصحابه وعطيونا الاراء ديالكم، واللي عنده شي قصه ولا شي حاجه بغينا نهضروا فيها يخليها لينا في كومونتير. ونجيو عاوتاني لواحد البارتيه الثانيه. دابا عاودت لكم القصه، هذه القصه نهضر معكم في البارتيه الثانيه. شكرا بزاف على الكومونتيرات الزوينين ديالكم، ديال الناس المحفزين والناس اللي كينصحوني كيقول لي شنو خاصك تصلح، شنو خاصك ما تصلحش، شنو خاصك دير باش تطور من الامكانيات ديالك. شكرا لهم بزاف، راهم عارفين راسهم وعارفين الكومونتيرات ديالهم الزوينين. وشكرا اللي كيدعمونا وشكرا اللي ما كيدعموناش، وهذه راها حقيقة شكر بالنسبة للجميع. تهلاو ليا في راسكم. كان معكم عمر الوهابي.